يعني ما اتبسطتش. بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه حرك اسود. ومن تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى البتاع. ام البتاع هنروح. تعالى ايه على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. روح فين اوضه النوم؟ ايه ده وقت؟ تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهداني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه مفك الزنقه؟ انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا متقال ان انا قفلته. مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون. سندس مع اقلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيب بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي اني عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت اتجنن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا براهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبطه التوك. اني توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ اه الواد مات يا سبتي. الله يرحمه. طب وسوقته؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا فاضك ما فيش وقت. رجاء. نادر. انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا رجاء، مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي. باي. يا رب يا حبيبي يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق، يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايمه. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين. يلا يا دوعد ده حلو الاحبالك السوتيه. معلش يا ايمه، انا كنت مفكرك قفلت. روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع. انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم.
يا ده سوكا تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهها. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثه ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتن يا هيما هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا تعون. يا وليه قومي يا وليه، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها تصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجلي بدور على شغل. دي في سفرة جدتي بقى. يا وليه امي فزي ولا دور لي على اي حاجه؟ وانت بنت امك الفقر ده في حاجه عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعه. ومستنيه ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومه بياخد مكافاه نهايه الخدمه. روح اتخانق معاهم وخد فلوس. يلا يا اخويا باي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملت بنتك السودا معاهم؟ بنتي دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليا اب ليا ام ليا اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه. من بكره البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا يا اخويا. ايه النكد يا ابو نجوى؟ يا اخويا انا بقالي 25 سنه بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجه. ما كانش حاجه، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلان. بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجه سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زباله. انت انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك. انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب بوزها الفار. ايه في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟ تنسى جو ده انتصار ده بقى. اتفضلي. انت هنا في حته تانية خالص. ايه لازمة بجد؟ هي اللي خسرانة مش انت. سارة انا لسه بحبها لحد دلوقتي. حياتي ملهاش اي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت انا مستعد انسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبلة ما تستهلكش. انا ان كان عليا يا اختي انا كان ممكن ابيتك عندي، بس انت عارفة بقى ان انا عندي شاب يعني في سن جواز، وانتي بصراحة ربنا وما تاخذنيش يعني ما تضمنيش. حتى انتي برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده؟ ده انا اقول ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلبه انتي وسلومه، انا نواله بقى فرجه الحته. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انتي كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلهالك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه؟ انت ايه؟ شيطانه يا خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، ف
فلنذهب للاخ سلومة لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. انتوا رافقين يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. ما انا مغريش غير نوال. روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط التاني ايه؟ الشرط التاني ان شاء الله انا ساتوصل ولكن غير مسؤول عن النتيجة. نعيما يام اديني سبختهولك هو رجعتك بنت 18 سنة. ايه يا كوريا؟ يا بيت يا بيت، هو زي ما بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس، وانا ورنشتك هو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوة. إله شوفك زي ما انا عايزاه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصة يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده انا فلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي. عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ ده انت زعلانة بجد بقى. طب بص يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجه منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود ده كله، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوك، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي ما مسحت الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليكي وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. تعالي يا كوري ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكره دي محقوقالي يا كوري، وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Nawal. No problem. This day is very special for me. It's Negwan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوغة؟ انا اللي كنت سامع عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقر انت وهي، انا سامعاكم وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قال بقصرف معاه، لكن انت بتعيطي ليه؟ ما انت قاعده بقالك حبه وجرحك نشف. ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا، كانوا يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانية، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني وياخدني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انتي ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي،
واكتر من اختي. انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغايه دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغاله ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحده جريت عليها اصلا قلت لها ان انا بحب مروه كتنكوى. عايزاني انسى الزمن. هما الرجالة كلهم كده أختي، صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي براهيم ده مثلا، حجته إيه؟ وانت شفتيه بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني آدم؟ ده كان حتة عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال، شوية يسرق غسيل شوية يثبت واحد، يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكتو وقريته ملكه. أنا اللي حوشت له، جبت له عربية الكبدة وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدنيا النجس هيفضل نجس. أنا مش حارقني إلا إن هو بص لنوال. نوالة كبداكي يعني تخن وتقلب قيمتي؟ حرام عليك، ده انا فتحت عيني على الرجاله عليك اهي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يا كفره وكلوني يا كفره ما جعان. اتفضلي يا سندس، ما لقيتش غير المكرونه دي، كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ أنا مشوكة يا جمالة، تفتحي ما تخافيش. ثواني أهلا يا تمام، تفضلي. سلام عليك. أهلا وسهلا، تفضلي. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ مين جاب الغرب ده؟ إيه؟ دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش، كلي يا حبيبتي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تمام، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار كلتها. غراب طالل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي. بس انت عارفه، والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على اولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. شهد بيحب البيض. ادرى بيه، انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا. والله اصل انا عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تمام، شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي، الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام.
وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ اه. طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. اه الغراب ماشي، يعني هو الغراب هتنته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. السلامه. اتفضلي. قولي لي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيت. اه وبعدين المفروض انك تطرطوني زيهم، لكن انت ما بتطرطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقوليش زيهم يعني؟ اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. فما ايوه كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. سلام عليكم. راحت فين؟ مع راجل تاني ولا ايه؟ بص طبعا انا مش هسألك اقعد ولا لا، لان انا اوريدي قاعد، بس ممكن اعزم نفسي على حاجة معاك على حسابي. هو في ايه بالظبط؟ بص مش انا بنت؟ انا هقولك على نصيحة. اوعى في حياتك تثق في واحدة 100% او تسيب نفسك لواحدة 100% عشان في الاخر ما تقعدش قعدتك دي. ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب ما انت لوحدك، حتى وانا قاعده معاك انت لوحدك. على فكره انا مش متطفله خالص، بس انا شايفاك كذا مره قاعد نفس القعده دي. هقول لك على حاجه، انا من سنتين كنت عامله زيك كده بالظبط، وثقت في بني ادم 100% لحد ما اتصدمت، وبعد ما فقت فهمت ان احنا بني ادمين، عشان كده ما بقتش اثق في اي بني ادم. بثق بنسبه صغيره قوي، 10% كفايه. وعلى فكره في نسبة كبيرة. يلا باي باي. خدها بالفضل، صور لي الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخة. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضل. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه وهبدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم. انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل ما نفتح عينينا ونلاقي هرب بره البلد هي كمان. لا مؤاخذه يا حاج والنبي، بص كده يا حاج. كوريا يا كوريا. في سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. طب بعدين هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما. لا 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 اتكل انت على روحي، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوريا، التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس. يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه. تستر ايه وحبس ايه يا فندم؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض، ومن بعد اختفت. اتفضلي ردي لو عايز. لا شكرا. ردي، شكلها حاجة مهمة. الو الو يا دينا، انا هايدي. اه اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا، انا تعبت قوي مش قادره استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر ما حدش فيكم بيسال عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله، اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعه كده. طياره ايه وطريق ايه؟ يا دينا انا بقول لك انت ونادر ما بسالكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد، ارجوك. طب خلاص، حاضر حاضر، هبلغ هبلغ. اوكي يلا باي باي باي.
ايه ده في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا هنيف؟ ازيك يا كوريا؟ ازيك يا سوكا؟ عامل ايه؟ ايه حكايه بنت خالتك دي؟ مال زي ما قلت لك هي اسمها جمالات وكانت عايشه بره من زمان، متجوزه واحد من الخلايجه دول، قوم يحصل ايه السنه دي بقى؟ الراجل يموت، اولاده واولاد الحرام كلوا عليها الورث ومنزلينها على مصر زي ما انت شايف كده. لا حول الله يا رب، يعني ما جبتليش سيرتها قبل كده. لا ما انا اصلي بنساها، انا من كتر ما هي عايشه بره من زمان يعني بسقطها كده ساعات. ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ مؤقتا يعني لغايه ما نشوف لها مطرح تاني. ما انا اصلي خالي يعني ما لقالهاش مكان عنده، قام زايح عليا، بس حرام انت غلبانه بقى ومن كسره وضيعت شبابها على راجل ما يستاهلش. فيك الخير، فيك الخير والله. انت حلال، انت حلال كوري. عشت يا سوق. انت بس قول لامه تخلع البت من دماغها عشان بنت فعلا مكفيها، مش حمل نخواره امك. ها يا امي مالها بس يا كوريا؟ دوم بتتمنى الخير المنطقه كلها قبل نفسها. دوم اجدع ست في المنطقه، مفيش سر في المنطقه الا مع عمي، عمرها ما خرجت سر ابدا بره. لما تشوف العالم من خلال الكاس غير لما تشوفه من غير كاس. انا ادمنت الكحوليات 30 سنه لحد ما لقيت نفسي هضيع، بل ضعت، عملت ستوب على طول، قلت مش هشرب تاني الا لما اتقاعد، وفعلا تقاعدت، سلمت الشركه لهايدي، رجعت بقى اشرب تاني بقى. كنت مشتاق، ازازه بحلها رحت شاربها بالفله، مش كده تلاقيني بشرب كتير وبشراهه. هو حضرتك كنت عايزني في ايه لدرجه انك تجيلي لحد هنا؟ ضابط مباحث الاموال العامه زارني في البيت انا وطارق وقعد يحقق معانا، انا قلقت ما ارتحتلوش، مش كده عايز اطمن على هايدي. الموضوع شكله اكبر مما كنت اتخيل. ما تخافش مش هيلاقوها. ايه 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 حيلك حيلك انت؟ طب ما بتشربش يا جدع، انت لازم تبقى فايق عشان احنا محتاجين لك، هايدي محتاجه لك، اختك محتاجه لك، انا محتاج لك، كلنا محتاجين للدكتور نادر حبيبنا بتاع زمان. ابو طالب بيه، انا عشت طول عمري بجري يمين وشمال، عمري في حياتي ما فكرت في اي حاجه او اي حد غير شغلي واختي، اختي اللي انا كنت عايز اعوضها عن شبابها وعمرها اللي ضيعتهم عليا، لحد ما قابلت نجوى حبيتها بجنون باندفاع من غير اي تفكير، كنت مستعد اعمل اي حاجه علشانها لدرجه اني راهنت عليها بكل حاجه في حياتي، حتى بعلاقتي باختي اللي كانت ضد الحب والعلاقه دي من الاول. باختصار ابو طالب بيه، انا عمري في حياتي ما خسرت قضيه حد، لكن فجاه اكتشفت ان انا خسرت قضيه حياتي نفسها. جابك مش قلت لك ما تطلعيش؟ انا حجزت على اول طياره رايحه مصر بكره الصبح، وحجزت كمان اوضه تاني عشان انام فيها الليله دي. طب ممكن اخش اخد حاجتي بقى وهدومي من هنا؟ طب خمسه خمسه ماشي جوا، ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته. القمر في الحل؟ قمر ايه بحلتي يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاه، ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي، ده عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي. بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط.
الله والنبي انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري. ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش هغير هدومي وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيها شغل دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك يعدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده. ده انتصار بألف هنا وشيف. حشتين روح وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعد يا أنا بيبي. انا 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 بقى بيبي. أنا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر. إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات. ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه تضيع عمره كله فيها. مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه. احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي. وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني لوقت يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايلك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب.
في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك؟ عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وسعد ابني. وحشوني. الله، عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر، اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي، دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هم اللي فيكي ايه يا خالتي؟ حرام عليكي، ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي، انا اسفه اسفه اسفه، والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو، والنبي حقك عليا، حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه، هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك؟ مش قوي كده على فكره يا نادر. ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعه الرقص الشرقي. بجد هي اللي خسرانه مش انت ساره؟ انا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش اي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت، انا مستعد انسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبله، ما تستهلكش. انا ان كان عليا يا اختي انا كان ممكن ابيتك عندي، بس انت عارفه بقى ان انا عندي شاب يعني في سن جواز، وانتي بصراحة ربنا وما تاخذينيش يعني ما تضمنيش. حتى انتي برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده انا هنا ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلب انتي وسلومه، انا نواله بقى فرجه الحته. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انت كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلها لك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه؟ انت ايه؟ شيطانه يا خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. ان ترافقينا يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما غريش غير نوال، روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط التاني ايه؟ الشرط التاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام، اديني سبختهولك اهو، رجعتك بنت 18. 18 سنه ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوصه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه، إله يشوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولاد زي اللي بتديني حسنه كده؟ ده انا الفلوس دي باخدها منكم كده حاجه رمزيه يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكره يا كوريا، انت بقى لسانك زي الفرقله، وانت عارفه لو ما كانتش ايدك حلوه
ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزه حاجه؟ لا شكرا، يومك شبح. اقعدي بالعافيه. ازيك يا كوري؟ انت زعلانه بجد بقى. طب بص يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجه منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوري، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوق، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السك. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي مساحه الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. انت عالي يا كوري، ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكره دي محقال يا كوري، وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Marwan. No problem. This day is very special for me. It's Negwan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Marwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you. Thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوخة؟ انا اللي كنت سامع عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقرة انت وهي، انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قلب بأصرف معاه، لك انت بتعيطي ليه؟ ما انت قاعدة بقالك حبة وجرحك نشف. حياتي ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا. كان يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانية، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني ويخوني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انت ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي. انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغاية دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغالة ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحدة جريت عليها اصلا وقلت لها ان انا بحب مروان كانت نجوان. عايزاني انسى ازاي؟ هما الرجالة كلهم كده اختي، صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي ابراهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه بقى بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال. شويه يسرق غسيل، شويه يثبت واحد. يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكته وقريته ملكه. انا اللي حوشت له، جبت له عربية الكبدة وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي.
لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدين النجس هيفضل نجس. انا مش حارقني الا ان هو بص لنوال. نوال كدكي يعني تخن وتقلب قيمتي؟ حرام عليك، ده انا فتحت عيني على الرجاله عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. سلام عليك. اهلا وسهلا. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ مين جمال الغرف ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبتي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونت سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قولي لي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار النار كلتها. غراب غراب طلل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي كولي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. شهد بيحب البيض. بيحب البيض؟ وانت فيه؟ انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك. قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انتي غلبانه بتصعبي عليا والله. اصل انا عشريه عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تونت. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني. وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه، قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني هو الغراب هتنته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. السلامه. اتفضلي. قولي لي، انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد ده هي. وبعدين المفروض انك تطرطوني زيهم، لكن انت ما بتطرطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقوليش زيهم يعني؟ اصلا يعني اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. ايوه 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 كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. سلام عليك.
فهمت ان احنا بني ادمين، عشان كده ما بقتش اثق في اي بني ادم. بثق بنسبه صغيره قوي، 10% كفايه. وعلى فكره دي نسبه كبيره. يلا باي باي. خدها بالفضل، صور لي الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخه. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضل. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه. وهبدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم، انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل ما نفتح عينينا ونلاقي هرب بره البلد هي كمان. لا مؤاخذه يا حاج والنبي، بص كده يا حاج. كوريا يا كوريا. ايه في سوق؟ حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. بعد هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما. لا 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 اتكل انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوريا، التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس. يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه. تستر ايه وحبس ايه يا فندم؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض، ومن بعد اختفت. اتفضلي ردي لو عايز. لا شكرا. ردي، شكلها حاجه مهمه. الو الو يا دينا، انا هايدي. اه اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا، انا تعبت قوي مش قادره استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر ما حدش فيكم بيسال عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله، اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعه كده. طياره ايه وطريق ايه؟ يا دينا انا بقول لك انت ونادر ما بسالكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد، ارجوك. طب خلاص، حاضر حاضر، هبلغ. اوكي يلا، باي باي باي. ايه ده؟ في ايه انت يا بطل ابو مراد التليفونات؟ ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب بيروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه؟ انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا طلع فايبريشن. مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا ان ما كان ورا البت دي ان، بس انا بقى مسير اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله، عم بيومية. دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبه. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون، فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انت وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبه؟ يعني كلها يعني انا كمان متراقبه؟ ايوه دينا، بقول لك كل مكالماتك متراقبه. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي دينا. دينا فاكره المحل؟ أيوة اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. هو انا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. ام سوكا
ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها، يكون راحوا فين يعني؟ واحنا مش عرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عاسه على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يقعد يا ابني المفخوخ منك ليه من هنا. مش معقول يا كوريا انتي، انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوكا، هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا بالراحه يا سوكا. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق لا ده؟ يلا يا سوكا. لا مؤاخذه حاج نامي، انت مفيش حاجه. يلا يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لام علينا الاسود ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربه لي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زيي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما ده سمعت وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نصل عليكوا شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغة هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقوله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي أنت فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك إيه أم فلوس أنت؟ زهقتينا بفلوسك يا أختي، اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي، مش شاكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد، ده أنت داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، أنت مين اللي زقك عليا يا بت ها؟ أنا عايزة أفهم، ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان، دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا جاتكوا نيله تاخد. مساء الخير. مساء النور. اقدر اقعد؟ كنت عايز اعتذر لك على الطريقه اللي اتعاملت بيها معاكي المره اللي فاتت. اوكي مفيش حاجه. هو انت مستنيه حد؟ صحابي زمانهم جايين. سوري انا بس كنت عايز اقول لك ما تزعليش. عن اذنك. صحيح احنا عاملين بارتي بكرة عندي في البيت، يعني لو تحب تيجي. بيتهيألي يعني الجو ده مش هيبقى مناسب قوي بالنسبة لي. اوف كورس نو، ما ينفعش تفكر كده ابدا، لازم تعمل كل الحاجات اللي انت متخيل انك ما تعرفش تعملها او حتى ما ينفعش تعملها. خد رقم تليفوني عشان لو فكرت بعت لي مسج، هبعت لك العنوان. كام؟ انا مش عارف انت ساكت النادر ده ازاي، ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيلة.
بس ايه ده بس ما تبقاش عصبي كده، لا يطق لك عرق، خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوه للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا قطعوني يا راجل يا ممل، ايه الرخي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه هتعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتزلبط بقى علينا، اتزلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده 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 من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. ألف شكر، ألف ربنا يخليكم. لا 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 أغني تاني، مش هينفع أغني تاني، لا والله ما ينفع، أنا عندي حفلة والله في كوالة البلح. ماشي أشوفكم الجمعة الجاية. يا دي النصيبة عليك وعلى عيشتك يا ولا، أنت اتهبلت يا ولا، بتكلم نفسك في المراية. إن شاء الله إن شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس ياما. ليه؟ عشان لابس فلالة النادي الأهلي. يا سلام يا أخوي. وبعدين ياما أنا كنت بغني ياما ومحدش سامعني ياما، تلبس ليه؟ طب خد يا أخوي كلك لقمة. إيه ده؟ هي دي البيضه ياما اللي انت جايبها لي ياما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه ياما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا ياما مدينا ظهرها ياما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما. نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى ميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك اكسر الدنيا. يا ولا يا ولا، ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك حرام عليك يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا واد انت هبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا يا ولا، ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكوا زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه العروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكره قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي انا هايدي. بصي اسمعيني،
انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عن شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه الشارع؟ ابراهيم نجيب. الشارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي. انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بايه. حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي، شكرا. العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحت. يلا توكل على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علالي يا خالتي، ماما مش هينفع كده. سيبيني اسالك على التعويض عشان تطيبي. يلا طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم متوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسع على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معايا. اها معلش اها. اي 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 يو طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها؟ غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنيلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه روح يقول للحكومه يا عم كبداكي. بالراحه يا دي، انت واقع على الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيره اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يلا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيمة؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيمة، ده اسلوب حياة. راحة فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجة، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفاية جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طيارة بعد كام ساعة وما جهزتليش الشنطة. وبعدين راحة فين الساعة 2:30؟ مش كفاية بقى؟ ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقولك ما تروح تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله، يعني نازله. عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد. ها وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشيين غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تقلقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب. ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيمه، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوحي. بس اقف هنا. فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه، يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده هايدي، ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكي لك انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه. يال يقول ايه يا ناس الطهيدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هجي. يلا يا عم سلام وماله نطلع. يا دكتوره ما تقوم تهيص معانا، ليه بغم كده ليه؟ يا عم انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشيين غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تقلقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه
ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب. ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيمه، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع على احسن رقبتي تلوحي. بس 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 اقفل. فين هي؟ والله اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ سعيد احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في البيت بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ احكي لك احكي لك. انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه طحنيه قال. يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المربطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هجي. يلا يا عم سلام وماله نطلع. يا دكتورة ما تقوم تهيص معانا، تقلب غم كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور أنا آسف، أنا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما أنت، أنت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. ألو؟ أيوة دينا، إزيك؟ إيه؟ دي بتقولي إيه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فضحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركرو وحمتها ونايمتها. على فكره كوره انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال اكون هيما بتاع مين؟ هو انا بتاع حد غيرك؟ بقى خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هات ايدك، اديني كل في ايدك اهو. انا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشي وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولاد. الكرام لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف الاخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول، فضوا اللمة اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجالة، ولا هي كلها لحمة عند الجزارين؟ يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبين على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك
أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. ميدا إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياكوا ورايا وعاملة لكم مشاكل، أنا ما عملتش حاجة، وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ تلاتة بالله العظيم تلاتة منورنا البيت يا هوانم. منور نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضلي. هايدي اسمعيني كويس. انتي مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انتي مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق النطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليك. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في شاليه عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلوه كده يا كوريا، مش لايقه على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح بنت شيمو؟ حلوه قوي ولايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان تطلعيش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه، النهارده اجازه روحي مش عايزيني. في ايه يا خير؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه اتوكل على الله. يلا يو. في ايه يا خير؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه من اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا البوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا دي يا سوق اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع. مين في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوق؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه؟ يا اما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا الحمد لله على السلامه. كوريا ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. اه يعني شويه كده. ايه لا يعني ازاي يا كوريا ازاي؟ ده انا مزقطه. مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الراميه السودا دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو 5 دقايق بس، امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ اه دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم إيه؟ لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي.
عليك على هيهم. أنا اللي جبت أجلك. بس أعمل إيه؟ ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يا أم أنا ما هسيب حقي. وغلاوتك ما هسيب حقي. مين؟ كوريا حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى فين؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير أمي الله يرحمها. أنا اللي قربت ميعادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش، الأعمار بيد الله، مناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة، غلطانة انك رفضت تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهري ايدي يا خال. انا كل الحكاية بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين، معرفش انهم نصاي عايزين يفرقوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلط. معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقولك حاجة. اوعي تكوني فاكرة انك عشان شايلة سابقة في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنيه عارفين انك داخلة السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا خيه؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقة والنبي كانت مظلومة؟ بس ورحمة أم يا خيه، انا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولاية دي افترت علي ودخلتني السجن سنة ظلم. تاني اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبدكي ده اللي استناكي سنه بحلقه. واوعك يا كوريا، اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربيه. شمال يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوجه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه. اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني في ايه دي. انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاع سنه بحلقة قاعده معايا بحقه ومرته واولادي. اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كميه الاخبار الزفت اللي انت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقولي عايش في حق؟ يعني شايفني انا اللي عايشه في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غاليه، الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتيلي كوريا مظلومة؟ قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقولك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول، انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحه هترجع تاني، لان انا متاكد ان شاء الله ان السياحه هترجع. هترجع ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فارقه زي امك، وعندنا مش عارفه تعيل على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا ويعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبسته. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده
طول عمرها بيضلها في القفص من واحنا صغيرين، بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لو ايه انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحان؟ انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهق فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بايدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. الو الو هايدي، الو لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطوره على حياه صاحبك، تاني حاجه انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجه بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهده يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمه بس انتوا عملتوا كده ازاي؟ واحده واحده بس يا ملك الرحمه. انت اول حاجه كبداكي مفيش خطر على حياته، ده واد بسبعة ارواح، وتاني حاجة دي مستشفى حكومية، هدفع لك الفلوس كلها على دائرة تعريفة، وبالنسبة للكرسي هجيبه لك وعينيا الاثنين، وفي بوسة حنك كمان. بس يعني ايوه حاجة كده لمؤاخذة كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. بالاخر كده انت عارف ان ابراهيم من ساعة ما خرج من المستشفى ما حدش غلى على الجرح، لا على الحقن اي حد اديها له، وانا ممكن اديها له، بس يعني مش اي حد غلى على الجرح وانت عارفة. ايوه بس دي ما فيهاش رزالة ولا حاجة، ده شغلي عادي يعني. ما في مشكلة تانية ابلة. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضة، من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. افلام عربي بقى، واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده، صح؟ اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيه لك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر الحلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي، وحشاني يما. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح؟ يا اما كلمتك يا اما ولا دزيتك على طرف؟ وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومال العالم دي اساسا يعني؟ وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع وقاعد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى يا اما. شغلتها يا شغلتها. اي هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا واله، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا اما
تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم. ابله هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا، انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل. بس اقول لك يا واد، لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا واد. تعالي يا واد اتفضلي. اتفضلي يا ابله هاجر. استنى يا واد، الحاجات ده هي دي احنا هنسيبها كده. هو تسرق يا واد؟ مش هتسرق يا واد. انا هي الاثنين يا شيل يا اخويا شيل. حاضر يا اما اهو يا اما. خلصيني يا اما. وادي كمان البصل اهو يا اما. ازيك يا خالد؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد، يلا يا اما بسرعه يا واد. يلا يا اما يلا. ان شاء الله عليك. يلا يا اما يلا. ده انت والله ولا كوز العسل. اه يا بنت، انت عارفه حارتنا ده اهي كلها كده على بعضها، مفيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا ربي، ملائكه عذاب. يا نونا، فين من ايام شهر العسل ما كلتش الحمام الحلو ده من ايديكي؟ ليه يا نونا وليه؟ ليه حرمانه منه ليه؟ بالهنا والشفا يا سلومتي. انت بتتعب يا اخويا رم عظمك. انا لولا بس شغل البيت وهديته ليومات يطبخ لك الزفر. من كانت الحكايه كده انا جبت خدم وحشم يقوموا بشغل البيت وتتفرغي انت لحاجتين بس. ايه هم؟ المطبخ واوضه النوم. انا لا عاوزه خدم ولا حشم. مال عاوزه ايه يا نونا؟ انا عاوزه راجل. ايه راجل؟ مال انا ايه؟ طرف الدولاب؟ وانت يعني يا راجل ترضالي ان اللي اسمها كوريا دي كل ما تشوفني تمرمط بكرامتي الارض وتهزقني؟ ايه ولا يهمها كبير ولا صغير، لا راجل ولا حرمه. عملتك ايه بنت المداس دي تاني؟ سدت نفسي على المشا. هقول لك ايه ولا ايه؟ ولو حكيت لك يعني هتجيب لي حقي؟ تلت ومتلت، وخليها لما تعد عليكي تديكي تعظيم سلام. امال ايه؟ ولو ما حصلش الكلام ده قولي عليا مره. فاشر، ده انت راجل وسيد الرجاله. يعني هم اغسل سناني بالفرشه والصابون يا نونو؟ خليك ما تفرقش. انا نفسي افهم يا بنتي هاجر، انت ايه اللي عاجبك في الشغلانه دي؟ مالها يا خالتي شغلانتي ده انا بحبها قوي. يا سلام. طب قول لي انت يا كبداكي، قول لي انت شاهد على زمان البت دي بتحب الشغلانه دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاصه؟ انا هقول لك يا خالتي انا بحب فيها ايه. هات دراعك. بالرحمه. يتحب فيها ان هي بتخفف وجع ناس كتيره قوي، وممكن تنقذ حياه بني ادم امه تموت لو جرى له حاجه، ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده. بالراحه بالراحه. ده انا اتحشرت بقى يا اخي. شوف، هات ايدك بقى. شوف شوف بس. انا قلت الكلام ده من قبل كده، هو ان دولت شغلانتهم الكلام وبس. يا مزوكا في ايه؟ ده دكتوره قد الدنيا. سيبك منهم يا هاجر، دي عالم جهله ما تعرفش حاجه. انا وانت متعلمين زي بعض، ما تشوف امك اسوكه. يا كبداكي، ما انا برضو اللهم صل على النبي واخد الاعداديه ومكمل بقيه تعلمي موهبه. تسمع حاجه من الموهبه؟ لا احنا حنان حاجه صغيره بس. لا حنان حته قولي ودارت الايام. اسمع الموهبه، اسمع الموهبه. لا 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 انا بعشقك انا ترارا، وانا كل لك انا انا انا. هلو. هاي. هاي دير، هاو ار يو؟ جود. ايه الاخبار؟ تمام. ايه رايك بقى في الجو؟ تعرفي اخر مره حضرت حاجه زي كده كنت في الجامعه. لا. بقول لك طول ما انت بتعجز نفسك هتفضل عجوز. عيش 18 سنه هتفضل طول عمرك 18 سنه. اوكي. بص بقى